طيب ندخل في موضوع تاني سريعا استاذ كنت عايز محمد الحلقة كلها في و... الموضوع اه يعني موضوع طبعا مش هنخلص كلامنا طبعا اذا اتكلمنا في الحاجات دي، بس خلينا اتفضل. نقول من الاخبار المشرقه الحقيقه اللي عايزه حضرتك تعلق لي عليها برضو سريعا. مجله ايكونومست الشهيره نشرت تقرير مطول عن الاقتصاد المصري، والحقيقه المؤشرات ايجابيه التي تشهدها مصر في مختلف المجالات في الفتره اللي فاتت، وجاء في التقرير ايضا توقعات مستقبليه لفتره ولايه جديده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور اللي بيقوم به لإعادة الاقتصاد المصري لوضعه الصحيح القوي، وبالتالي طبعا أكيد مكافحة للجهل، التطرف، الإرهاب. هو أنا دايما أحب أربط الحاجتين ببعض، والحقيقة التقرير معايا تطورات اقتصادية، استقرار سياسي، ده تقرير ايكونومست، دي النقاط، ابرز النقاط يعني اللي اتكلم فيها، التطورات الاقتصاديه، الاستقرار السياسي، جهود مكافحه الارهاب، العلاقات الدوليه طبعا، اتجاه السياسات الماليه النقديه، والنمو الاقتصادي، 7 نقاط غايه في الاهميه. كيف تقراها استاذ محمد؟ هو طبعا التقارير الهيئات والمؤسسات الاقتصاديه تقارير كثيره الحقيقه على مدى الاشهر الماضيه بانه هناك تحسن ونمو موجود في الاقتصاد المصري. طبعا هي المساله المؤشرات دي بتقاس بعناصر كثيره جدا. واهمها مثلا تقليل معدلات البطاله، تقليل معدلات التضخم، تقليل معدلات العجز في الموازنه العامه للدوله، حجم الدين بالنسبه للدخل القومي. فيعني كلها مؤشرات مهمه ومبشره. تمام. يعني انه المواطن والله لما يسمع هذه المؤشرات بيبقى عنده نوع من التفاؤل، انه والله زي ما قال رئيس الوزراء ان احنا انهينا 80% من عمليه الاصلاح الاقتصادي. بالظبط. يبقى ناقص 20%. هي في مؤشر حقيقه مهم كمان قوي ان احنا يجب ناخده في الاعتبار، هو انعكاس هذه السياسات على المواطن، احساس المواطن بالتحسن. يعني لازم اذا كانت هذه المؤسسات دوليه وهي مؤسسات موثوق بها زي مجله ايكونومست، ودي دي مجله يعني رقم واحد في العالم في الاقتصاد، اهم مجله اقتصاديه في العالم، وزائد بقى المؤسسات والهيئات الاقتصاديه العالميه كلها بتقول ده، فاحنا مهم قوي ان احنا نعمل نضع في حسباننا مؤشر مهم، يعني اهم كمان اللي هو احساس المواطن بهذا التحسن. لابد ان المواطن يشعر بهذا التحسن، سواء في الاسعار، سواء في الدخول، سواء يعني لانه احنا خلاص عملنا 4 أخماس المشوار، يعني تقريبا فاضل اخر 20 متر يعني. فده مهم قوي انه بعد ال 20 متر دول ما يخلصوا، اعتقد انه لازم كمان وزير الماليه وزيره الاقتصاد يطلعوا لنا ال 20 متر الاخرين دول يخلصوا امتى. يعني ده مهم جدا انه احنا ال 20% الباقيه من مشروع الاصلاح الاقتصادي لازم يقولوا لنا ده يخلص امتى، يعني عشان المواطن بقى يقول ايه خلاص احنا وصلنا لنهايه مشروع الاصلاح الاقتصادي، وان شاء الله في بوادر الى التحسن، وفي بوادر انه المواطن يشعر بانه هذه المؤشرات التي تتحدث عنها المؤسسات الدوليه حقيقيه على ارض الواقع، لانه المواطن هو اللي بينعكس عليه ده كله صحيح بالتاكيد صحيح. يعني طيب انا عندي